فعالية المؤتمر تعتبر من أكبر الفعاليات في المملكة العربية السعودية في مجال طب الأسنان، وهذه الفعالية يحرص عليها الكثير من أطباء الأسنان في شتى مناطق المملكة، كذلك في تمثيل من جميع الدول العربية من خلال نقابات الأسنان في الدول العربية، وكذلك بعض عمداء كليات طب الأسنان في الدول العربية. عدد الشركات المشاركة 57 شركة. المساحة الإجمالية للمعرض 2600 متر مربع المساحة التأجيرية. في المؤتمر لهذا العام تم توزيع 3 جوائز هامة تقدمها الجمعية لأفضل ملصق علمي وأفضل بحث أطباء الامتياز حديثي التخرج، والجائزة الثالثة كانت لخريجي الدراسات العليا من أطباء الأسنان. الوحدة الإعلامية والمستشار الإعلامي قاموا بالتغطية اللازمة من ناحية التغطية مع الصحف وإرسال الصحف الأخبار والنشرات اليومية عن المؤتمر، وكان هناك تغطية قبل المؤتمر وأثناء المؤتمر، وإن شاء الله في تغطية أخرى بعد المؤتمر. الحمد لله بتوفيقه استطعنا أن ندعو 13 متحدث دولي من الولايات الأمريكية المتحدة، من أوروبا، من عدة دول وجامعات. الحمد لله قارب العدد المسجلين حول 1900 تقريبا طبيب وطبيبة إلى الآن، غير العارضين اللي وصل عددهم حول 500 تقريبا شخص إلى الآن. تقنية بوكن كان الهدف منها أنه والله إزالة الأوراق قدر الإمكان، ما هو طبعا بشكل كامل لكن لو بشكل جزئي كبداية، بحيث أنه والله السنوات القادمة نوصل لمرحلة أنه ما يكون عنده ورق.